هذا الشكل النهائي لصفايح اللحم. السلام عليكم واخباركم ان شاء الله طيبين. هسوي صفايح لحم. عندي هنا لحم كيلو وشويه زياده، وعندي بصلتين، وعندي 4 فصوص ثوم، وطماطه حبه واحده، وفلفل بارد حبه واحده، وعندي هنا فلفل حار هذا اختياري حبه واحده حطيت. عندي ملعقه كبيره فلفل اسود، وملعقه صغيره بهار مشكل، و5 ملاعق دبس رمان، وملح. يلا نقول بسم الله. انا حضرت الطعام وحطيت الثوم والبصل والفلفل الحار والطماط والفلفل البارد. خليني اضربهم وحضرت الطعام وبعدين الخطوه اللي بعدها. شو حطيت اللحم هنا، راح نحط عليه البهار مشكل. بسم الله. الفلفل الاسود والملح نحط عليه دبس الرمان. بسم الله الرحمن الرحيم. انزل كل المكونات واخلطه، وبعدين اغطيه واخليه لين احضر العجينه، يكون هو جالس مع الخلطة وتشرب الخلطة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تعرفين بالملعقة ما راح ينفع، لازم باليد عم تخلطون زي ما زين. فنخلطه وارجع لكم الشكل النهائي. شو خلص العجينة بيدي، بس دقتها حسيت انها تحتاج ملح، زدت عليها شوي ملح وفلفل اسود شويه، حاجه بسيطه. بالنسبه للسبايسي ما صارت مني سبايسي، لانه تعرفين هذه الكميه اللي عندي 1300 جرام، فاللي يبغاه سبايسي يزيد يحط 3 حبات فلفل سبايسي، 3 حبات. انا عندي صراحه ما صار سبايسي لان الكميه كبيره، فما صار سبايسي رغم ان الفلفل اللي عندي اللي انا حطيته يعني حار مره. راح اغطيها واخليها لين احضر العجينه. شو جهزت الصينية اللي هدخلها الفرن، حطيت عليها ورق زبدة، وعندي هنا العجينة قطعتها وجهزتها. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن. ناخد العجينة طبعا، وهنا الخلطة حقت الصفايح. بسم الله. هتقصر معي مرة رجلة، يعني مرة تكون خفيفة حقت الصفايح. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا وزنتها، وزن الحبة 75. انتم عاد كيفكم تقطعونها وتوزنها، او توزنها هذا حسب رغبتكم. شوفوا الحين فردتها كذا، خليني اوريكم. لازم تكون رقيقه. اوكي، وشغلت الفرن، شغلت الفرن قبل 10 دقائق. بسم الله. ناخذ الحين اللحم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفرد على العجينة بهذه الطريقة لما خلص الكمية كذا. إن شاء الله إذا خلصوا 3 فرن أوريكم إياها. واضح بالله، نشوفها كذا. واضح. شوفوا ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. احنا دخلنا الفرن، جهزت صينيتين